وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مباشرة الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية الدكتورة تمارا حداد. يعني دكتورة تمارا، بعد التحية وبعد دخول أيضا العدوان الإسرائيلي يعني ضرباته على غزة في شهر الخامس، كيف هي الأوضاع وحجم الأضرار وعدد الضحايا في القطاع حتى هذه اللحظة؟ بداية أسعد الله مساءكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل الضحايا حتى هذه اللحظة أصبح قرابة 27 ألفا من الضحايا الفلسطينيين، ناهيك عن 67 ألفا من الجرحى الفلسطينيين. هذا رقم كبير جدا أمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وناهيك أن عدد كبير من المفقودين وعدد كبير من الذي يعاني من الأمراض المعدية والمعوية. أصبح الآن قرابة 700 ألف مواطن فلسطيني يعاني من الأمراض التي أصبحت الآن تتفشى في سياق منطقة قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة رفح. منطقة رفح التي يتواجد فيها 1,300,000 مواطن نازح فلسطيني، وهذه عملية عدم وجود التباعد الجغرافي والديموغرافي بين الواقع المواطنين، هذا يؤدي انتشار الأمراض أكثر وأكثر بشكل سريع. ناهيك عن عدد كبير من النساء الفلسطينيات، قرابة 60 ألفا حامل من الفلسطينيات، وهم الآن بحاجة إلى رعاية صحية وبحاجة إلى مستشفيات. هناك عدد كبير من المستشفيات خرجت عن الخدمة الصحية، يقدر عددهم 29 من المستشفيات. كان هذه المستشفيات 32 مستشفى في قطاع غزة، هناك خروج 29 مستشفى من المستشفيات الحكومية خرجت عن الخدمة الصحية نظرا لاستمرارية واقع الحرب على قطاع غزة. الواقع الإنسان الآن بالفعل نعم دكتورة تمارا، يعني في ظل طبعا تدهور الأوضاع حاليا داخل القطاع وتوقف دور طبعا بعض المنظمات في دعم او تقديم الدعم سواء من مساعدات طبيه او اغاثيه لبعض سكان يعني قطاع غزه، الى اي مدى نستطيع ان نرصد الاوضاع في ظل غياب ايضا دور المنظمات الداعمه لتقديم الدعم السريع لبعض يعني المصابين داخل القطاع؟ صحيح، بالفعل هناك غياب مسؤولية حقيقية للمنظمات الدولية، حتى على مستوى المنظمات التي تشير إلى واقع الصحة كمنظمة التي لها علاقة بالواقع الصحي، أيضا هي يعني تشير ضمن سياق الأقوال وأيضا سياق البيانات، لكن على أرض الواقع التأثير هو غير معلن وغير واضح أن يكون هناك تأثيرا فعالا مستداما من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو الضغط على إسرائيل بأن يكون لديها عمل أكثر فاعلية. بمعنى المنظمات التي لها علاقة بواقع الطفل، المنظمات لها علاقة بواقع المرأة، المنظمات التي لها علاقة بحقوق الإنسان، التي لها علاقة بواقع الغذائي، الواقع الصحي، كل هذه المؤسسات الدولية هي صحيح لديها مسؤولية، لكن هذه المسؤولية الدولية لم تقم بالواجب اللازم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتحديد أن يكون يصل إلى مرحلة من على الأقل أن يكون هناك كرامة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، بالتحديد فيما يتعلق بواقع الطعام والشراب وإدخال المساعدات أكثر وأكثر. صحيح يتم دخولها، لكن هناك تقييد من الواقع الإسرائيلي، تقييد بسبب المتظاهرون من أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين يوميا يمنعون دخول المساعدات ويقومون بالتقييد الأمني على دخول هذه المساعدات، وبعض المساعدة يتم إتلافها، يتم حرقها، يتم عدم إدخالها للمواطنين الفلسطينيين حتى يتسنى استمرار واقع سياسة التجويع بشكل متعمد بشكل ممنهج في واقع قطاع غزة. ولكن دكتورة تمارا، ربما يعني ما يثير ايضا الدهشة فكرة ان هناك ايضا سقوط يعني بعض المصابين داخل الاسرائيلي، يعني اسرائيل نفسها عندها خسارة كبيرة ولكن مع ذلك هي تصر على موقفها في التصعيد داخل القطاع في ظل كمان ضغط داخلي اسرائيلي عن الوقف الحرب ووقف اطلاق النار ووقف هذه العمليات الارهابية والهجمات الوحشية داخل قطاع غزة. ففي اعتقادك يعني على ماذا تراهن اسرائيل خلال المرحلة القادمة؟ صحيح، بالفعل هناك خسائر بشرية كبيرة في بين صفوف جنود الاحتلال الصهيوني، وناهيك أصبح هناك ضغطا داخليا من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، ناهيك عن الضغط من قبل المعارضة الإسرائيلية. هناك مظاهرات يوميا في منطقة تل أبيب التي تطالب بعملية أن يكون هناك انتخابات مبكرة وتنحي نتنياهو نتيجة فشله في الواقع السياسي أو تحقيق الأهداف الأمنية والعسكرية في قطاع غزة. وناهيك الخسائر
الاقتصادية أيضا تلقي ظلالها بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وتداعيات الحرب على الواقع الإسرائيلي. هو يراهن نتنياهو في أكثر من نقطة، يراهن أجل الحفاظ على واقعه منصبه السياسي وحكمه السياسي، يراهن أن يتم عملية تنفيذ الأهداف الأمنية، ويراهن على مسألة الوقت. ويعتقد أن إطالة الحرب وإطالة الوقت هي التي يجب أن تعطيهم نتائج إيجابية، لكن على أرض الواقع كلما كان هناك وقتا أكثر وازداد الوقت الأكثر في عملية الحرب، كلما كان هناك تداعيات سلبية بين صفوف وجنود الاحتلال الصهيوني وخسائر بشرية في الواقع الاقتصادي. لذلك حتى هذه اللحظة يراهن أن يكون هناك هدنة مؤقتة، لكن حسب مواصفات الجيش الاحتلال الصهيوني حتى يتسنى استمرار إطلاق النار إلى أبعد من ذلك وإخراج أي محتجزين التي تعتبر المؤرق بالنسبة لنتنياهو، بالتحديد فيما يتعلق أهالي المحتجزين الإسرائيليون يطالبون يوميا بإخراج رهائنهم، لكن هو يريد الهدنة مؤقتة لإخراج الرهائن لكن لا يريد، ولكن يعني اسمحي دكتورة تمارا، يعني في ظل محاولات الضغط على نتنياهو نفسه وعلى حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار ووقف هذه العمليات الوحشية داخل قطاع غزة ومع النزوح طبعا لجنوب القطاع، هل يعني نستطيع القول بأن هناك ثمت كروت ضغط ستمارس خلال الأيام القليلة القادمة حتى يغير نتنياهو من موقفه، وهو طبعا في حالة يعني يضرب الحائط لكل القرارات الدولية ولكل المواثيق الدولية ولكل حتى الضغوط يمكن ربما التي تمارس عليه من قبل بعض الحكومات والأنظمة العالمية أيضا؟ صحيح، بالفعل هناك ضغوطات مختلفة بالتحديد حتى على مستوى الإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هي بالفعل هي تضغط على الإدارة نتنياهو بقبول هدنة طويلة الأمد، يعني معنيون الإدارة الأمريكية هدنة طويلة الأمد حتى ينتهوا من الانتخابات الحالية. هناك انتخابات وبالتحديد بايدن يعلم تماما أن هناك خسائر في أصوات الانتخابية وأصبحت الآن لصالح الجمهوريين. أصبح صحيح. هناك ضغوطات الدول العربية سواء كان مصر قطر حتى على مستوى دول الإقليم بدأت الآن يعني ترسخ واقع بالفعل أن تضغط على إسرائيل قبل فوات الأوان، وأن عملية توقف العدوان على قطاع غزة هي مفتاح الأمن والسلام والاستقرار، نظرا أن عملية استمرار الحرب على قطاع غزة سوف تفتح جبهات. وإذا تحدثنا بكل واقع بالفعل هي جبهات توسعت، صحيح لم تتطور إلى حرب إقليمية أو حرب شاملة، لكن على أرض الواقع في كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط بات يهدد الأمن القومي لكل دولة سواء كان سوريا العراق على مستوى أيضا اليمن لبنان الواقع الفلسطيني ذاتها حتى على مستوى الدول العربية حتى على مستوى مصر. استمرارية العدوان على قطاع غزة يهدد الأمن القومي لكل هذه الدول، لذلك الضغوطات في ظل الوضع وتأزم الوضع في المنطقة وربما كمان اتساع رقعة الصراع أيضا، لكن مع ذلك هناك بعض يعني التلويح أو ربما إسرائيل بهجوم وشيك على رفح، كيف تقرأين هذه المسألة في ظل الوضع الآن وتساع رقعة الصراع في المنطقة؟ صحيح بالفعل، أولا نتنياهو طلب من رئيس جيش الأركان الإسرائيلي بأن يتم وضع خطة مزدوجة، هذه الخطة فيما يتعلق الهجوم على منطقة رفح لأكثر من نقطة. هو يعتقد أن هناك أربع كتائب لحركة حماس ولواء لسرايا القدس وأيضا لواء آخر للكتائب الأخرى لفصائل المقاومة الفلسطينية، يريد أن ينهي مهمته في القضاء على ما تبقى من المقاومة المسلحة ونزع السلاح من قبل المقاومة الفلسطينية. نعم. ويريد أن يحقق الأهداف الأخرى المتعلقة باحتلال محور فيلادلفيا، صحيح سوف يضر بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، لكن هو يريد أن يتم عملية الاحتلال العسكري أو الأمني لهذه المنطقة وإنهاء ما يسمى التجهيز الهندسي من منطقة بيت حانون شمال حتى منطقة جنوب رفح من أجل بناء المناطق الأمنية العازلة. وأيضا يعتبر أن منطقة رفح هي تعتبر ذات مكسب مالي إعلامي وأمني وعسكري وشعبي بالنسبة لنتنياهو، ويعتبر أن رفح أهم من منطقة الشمال قطاع غزة والمنطقة الوسطى. نعم. كون نعم. أن هذه المناطق دكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخلة.